بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الزملاء الأحباء، أبناء الأطباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لسلسلة أمراض الأغنام والماعز، النهاردة إن شاء الله بنتكلم على مرض بكتيري معدي بينتقل بسرعة بين الأغنام والماعز وبيسبب التهاب في الملتحمة والتهاب في القرنية. المرض اسمه بالإنجليزي Infectious Keratoconjunctivitis، Infectious Keratoconjunctivitis أو اللي بيسموه البينك آي، البينك آي أو مرض العين الوردية في الأغنام والماعز. المرض بالنسبة لي باللغة العربية اسمه التهاب القرنية والملتحمة المعدي، مرض التهاب القرنية والملتحمة المعدي في الأغنام والماعز. قبل ما نتكلم عن المرض هنتكلم على بعض مسببات أمراض العيون في الأغنام والماعز. احنا كنا عملنا محاضرتين قبل كده من حوالي سنة أو سنتين عن الاي افكشنز، عملنا منه محاضرة كاملة عن مسببات أمراض العيون بالنسبة للأبقار والأغنام والإبل، ومحاضرة تانية كانت عن الخطوط العامة لعلاج أمراض العيون. لكن النهاردة إن شاء الله نتكلم على مرض واحد في بيصيب الأغنام والماعز وبيسبب مشكلة كبيرة وبيسبب عمى، اللي هو مرض الانفكشوس كيراتو كونجكتيفايتس. فقبل ما نتكلم على المرض ده، من ده مرض من الأمراض المعدية، بنقول إن الأسباب الأساسية لأمراض العيون ليست فقط كلها أمراض معدية، ولكن ممكن يكون non infectious causes، يعني أمراض غير معدية و infectious causes، non infectious و infectious. طب non infectious زي إيه؟ non infectious causes زي قرصة الحشرات، بعض الحشرات ممكن تقرص وتعمل التهابات في العيون، زي القراد مثلا. القراد ده ممكن المراحل بتاعته اللي هو النمف وكده ممكن يجي تحت في الجفن العلوي والجفن السفلي ويعمل التهابات في العين. دي حالات شفتها في الإبل كتيرة في الحيران الصغيرة. ممكن يكون فورم بودي يدخل، يعني قش رز أو تراب أو أي حاجة يدخل في العين نتيجة لحبوب رياح أو كده، حبوب لقاح، الحاجات دي كلها ممكن تعمل التهابات في العيون. ممكن يكون تروما، الحيوان اتخبط من حيوان آخر أو صاحبه خبطه بعصاية على عينه تعمل له التهاب في عينه. ممكن يكون أليرجيك، حساسية لبعض المواسم، مواسم الربيع وزي ما قلنا حبوب اللقاح والحاجات دي ممكن تعمل تحسس للعيون وتعمل التهاب، زي بالضبط الإنسان بالضبط. الفيتامين A deficiency من لما بيحصل له نقص ممكن يعمل برضو مشكلة في العيون وممكن يعمل عمى، نقص فيتامين ألف. دي كلها بنسميها أمراض غير معدية بتسبب التهابات في العيون في الأغنام والماعز. طب نيجي بقى للإنفكشوس كوزس، ودي مهمة أوي نركز فيها عشان دي هتفيدنا في العلاج، لأن المرض بتاع النهاردة له أكتر من مسبب، اللي هو المرض اللي هو إنفكشوس كيراتو كونجكتفايتس ما نقدرش نقول له مسبب واحد فقط، له أكتر مسبب. طب ايه بقى الامراض اللي هي معدية، البكتيريا والميكوبلازما اللي ممكن تعمل؟ مشهور عندنا المورجزيلا، وديت المورجزيلا دي هي اللي تعمل الانفكشوس كيراتو كونجكتيفايتس في الكتل، ولكن نادرة في الشيب ان هي تصيب الغنم والماعز. الميكوبلازما موجودة في الغنم والماعز وتعمل التهاب في العيون، وده اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت واللي قبليها. مرضين الميكوبلازما قلنا من ضمنهم ان هو المرض الاولاني اللي هو كونتيجيوس اجالاكتيا ان شيب اندوجوت، وقلنا بيعمل ثلاثة فورم، ممكن يعمل اي فورم، ممكن يعمل ماستايتس، وبيعمل ارثرايتس. فالميكوبلازما متهمة ان هي بتعمل التهاب في العيون، خد بالنا منها عشان لما نيجي نعالج ما نديش مضادات حيوية اللي هي مجموعة البيتا لاكتام جروب. الكلاميديا، الكلاميديا ده عملنا عليها محاضرة ان هي من الحاجات اللي بتعمل ابورشن في الغنم وبرضه بتعمل التهاب في العيون. والريكيتسيا مشكلة برضو، ده مايكروب الريكيتسيا وبيصيب الايه، البلاد بارازايتس زي السايليريا. السايليريا معروفة في العجول والبقري والجمسي، بتعمل التهاب في العيون وتعمل كيراتايتس وكورنيال اوباسيتي و
تضخم بالغدد الليمفاوية، وبرضو بتصيب الأغنام والماعز. ممكن يكون مرض فيروسي زي الجدري والآي بي آر والماليجنانت كاتارا الفيفر. المعروف الجدري بيعمل ليجون، ممكن الليجون دي تيجي في العين وتعمل التهاب في العين، وتيجي حوالين الفم وتيجي حوالين النوز، تيجي في جسم الحيوان كله. فمن ضمن الحاجات دي ممكن تيجي في العين وتعمل التهاب في العين، فممكن يكون فيرال انفكشن تعمل برضو التهابات في العيون، وفنجل انفكشن صبات فطرية ودي طب عايز علاج مخصوص يعني ليها، والآي ويرمز أحيانا في ديدان بتيجي في العين وتعمل التهاب في العيون. دي كانت مقدمة عامة عن مسببات الأمراض العيون في الأغنام والماعز. هنيجي بقى نتكلم على مرض النهاردة اللي هو انفكشوس كيراتو كونجكتيفايتس. كلمة كيراتو جاء من كيراتايتس اللي هي التهاب الكورنيا، التهاب الكورنيا اللي هي القرنية، نقول كيراتايتس. طب كونجكتيفايتس اللي هو التهاب الملتحمة، لما الاثنين يجوا مع بعض الاثنين بيلتهبوا يبقى في التهاب في الكورنيا والتهاب في الكونجكتيفا، فبنسميه كيراتو كونجكتيفايتس. وبعدين انفكشوس انه مرض معدي، يعني مش هتبقى حالة واحدة بس، لا ده القطيع مثلا لو عندي قطيع كبير تلاقي الحالة النهاردة 3 بعد كده 5 7، لانه مرض معدي بينتقل من حيوان الى اخر، وممكن المربي نفسه ينقل المرض من حيوان لاخر لو هو بيعالج وإيده ملوسة ويدخل يعمل لحيوان تاني ممكن ينقل المرض أيضا، زي ما نشوف ممكن تنقل عن طريق الحشرات وكده. تعريف بقى المرض، هو بيقول الكيراتو كونجكتيفيتس it is inflammation of both the cornea and conjunctiva characterized by blepharospasm conjunctivitis lacrimation and varying degree of corneal opacity and ulceration. في الحالات الشديدة ممكن يحصل أوكيولار رابتشر، طبعا لو حصل ألسر ممكن يطلع إن العين اتفتح ويطلع يحصل ألسر ويدخل قراج، وممكن الحيوان يبقى حالة خطيرة وما عادش يشوف بعد كده. لكن الحمد لله زي ما هنوري حضراتكم دلوقتي حالات فيديو دكاترة بعتها لي، وأنا نفسي اشتغلت على حالات في الإبل في مستشفى الإبل وربنا شفاها، فعلاجها سهل جدا رغم ان بيبقى عين شكلها يخوف وكلها عتامة وكده، لكن بفضل الله بتتحسن خلال 2 إلى 3 أسابيع بعد العلاج. المسببات بقى بتاعت المرض ده ما هوش مسبب واحد زي ما قلنا، يعني ممكن عزلوا كلاميديا، عزلوا مايكوبلازما خاصة في نوع اسمه مايكوبلازما كونجكتيفا، وعزلوا موركزيلا، وقلنا الموركزيلا أكتر في الكتل عنها في الأغنام، وعزلوا الاستيريا، وعزلوا سيلازيا، دي كلها مسببات، والحمد لله ان هي كلها بكتيريا فبالتالي هتستجيب للمضادات الحيويه ومضادات للالتهاب. يعني انت بصرف النظر انك تعرف ايه المسبب هندي علاج يمشي مع الايه، يعالج الكلاميديا، يعالج المايكوبلازما، ويعالج الموركزيلا، ويعالج الاستيريا وهكذا، الا بقى اذا كانت بلاد بارازايتس فدي تبقى محتاجة علاج خاص للسيلاري. لكن طبعا المرض بتاع النهاردة يختلف على السيلاري، يعني نتكلم على differential diagnosis، في فرق بين infectious keratoconjunctivitis conjunctivitis وفرق بينه وبين السيلاري. ايه بقى الريسك فاكتور، عوامل الخطورة اللي بتخلي المرض دي ينتشر؟ الالترا فايولوت السولار الراديشن اللي هي الاشعة فوق البنفسجية ممكن تأثر على العين وتبقى عامل مساعد لحدوث عدوى بكتيرية. الفلايز، وجود ذباب كتيرة في القطيع ده بيقف على العين وينقل المرض من حيوان مريض إلى حيوان سليم. دست، كسرة هبوب الرياح دايما يبدأ بعدها تلاقي فيه التهابات في العيون وكده. ممكن ميكانيكال إريتيشنز، بعض النباتات ممكن تعمل برضو التهابات في العيون، دي كلها حاجات الريسك فاكتور، يعني ما هيش مسبب رئيسي لكن دي بتساعد على ان يحصل عدوى بكتيرية بعد كده. تريس إليمنت ديفيشنسي، نقص عنصر النحاس ونقص عنصر السيلينيوم بيكون عامل مساعد لحدوث عدوى بكتيرية وظهور مرض الانفكشوس كيراتو كونجكتيفايتس. المرض ده هل بيحصل في الصيف ولا بيحصل في الشتاء؟ هل بيجي للكبار ولا بيجي للصغيرين؟ وجدوا ان المرض ده بيجي في اي عمر، ولكن دايما الاعمار الصغيره اكتر حساسيه،
وإصابة بالمرض من الأعمار الكبيرة، ودايما يجي في المواسم الصيف اللي بينتشر فيه الحشرات وكده، ولكن طبعا ممكن يجي في أي وقت في السنة، يعني ما هوش مرتبط بموسم معين. لكن عارفين احنا ان الحشرات بتزيد تكاثرها في الصيف في مواسم هبوب الرياح، كل ده بيخلي ان المرض ينتشر. طب ايه بقى الكلينيكال ساينز بتاعت المرض، وازاي يعرف ان هو ده انفكشوس كيراتو كونجكتيفايتس؟ اولا نقطة مهمة جدا، ان المرض ممكن يجي في عين واحدة، ممكن يجي في العينين، لكن 90% من الحالات دايما يبقى المرض في العينين. بص تلاقي العين اليمين عليها القرنية عليها سحابة كده لونها زي اللبن كده، وتيجي العين الشمال زي ما نوري حضراتكم فيديوهات دلوقتي تلاقي. لكن ليس شرط ان يكون العينين مصابين، ممكن عين واحدة. عشان كده لما نيجي هنتكلم على العلاج نقول لك you should treat the healthy and disease the eye، لازم وانا بعالج لو عين واحدة ادي برضو علاج للعين التانية خوفا من انتقال العدوى ليه. تبدأ الاعراض بهايبريميا اللي هو تجمع دموي كده في الكونجكتيفا، ويبدأ الحيوان يدمع ويقفل الجفون بتاعته، مش عارف يفتح بقى، وعنده حساسية من الشمس وكده، ده في البداية. بعد كده يبدأ تتكون عتامة على القرنية. العتامة دي الأول ما تتكون تبقى لونها أحمر، وبعدين تتحول للون الجراي، وبعدين تتحول للون الأبيض، تبقى زي اللبن كده زي ما هنوري حضراتكم دلوقتي صورة منها. يبقى في التهاب هنا في الملتحمة، لما نفتح الجفن كده نلاقي الكونجكتيفا ملتهبة، وبدأت العتامة تتكون على الكورنيا. الكورنيا دي أساس الحيوان بيشوف من خلالها، هي عاملة زي المراية كده، بتاخد الصور وتنقلها عن طريق البؤبؤ وتدخلها للأيرز وتروح على الشبكية عشان الإنسان يشوف أو الحيوان يشوف. فلو حصل عتامة على الكورنيا الحيوان ما بيشوفش، دي أهم جزء في الحساس شفاف بالنسبة للعين اللي هي الكورنيا اللي هي القرنية. ممكن بعد كده قلنا اللون بتاخد اللون الأبيض حليب كده. الحيوان طبعا لو حصل التهاب في العينين وبتكون سحابة على القرنية ممكن ما يشوفش، وبالتالي مش هيعرف يأكل، مش هيعرف يحدد مكان الأكل، فبيبدأ أكلته تقل. وفي بعض الحالات مع التهاب العيون يحصل التهاب في المفاصل، دي دايما تحصل في حالات المايكوبلازما، تجد فيه التهاب في العيون والتهاب في المفاصل. حالات الخطيرة أن يحصل كورنيال رابتشر وبيرمننت بلايندنس، ودي بالحالة دي بقى يحصل عمى شديد ويحصل انفجار في القرنية. لكن لو بفضل الله لو بدأنا من بدري وبدأنا نعالج إن شاء الله الحالة ما توصلش للسيبيركس. دي بداية المرض، وتلاقي الحيوان مش عارف يفتح عينه وفي تورم في الجفن العلوي وتورم في الجفن السفلي. لو فتحنا العين نجد الحاجات اللي احنا نقول عليها دي، شوف بقى هنا بدأت السحابة البيضة هي اهي، شوف دي كورنيا هي وعليها سحابة بيضة، والجزء الأحمر ده دي الملتحمة. الملتحمة الناس فاكرة كلها ان الملتحمة اللي هي الغشاء المبطن للجفن العلوي والجفن السفلي، صحيح دي ملتحمة برضه، لكن الملتحمة لها جزئين، جزء يبطن الجفن العلوي الايليدز ابر ايليد واللور ايليد، وفي جزء منها على الجسم الزجاجي اللي هو الجزء ده برضه ده كونجكتيفا، دي ملتحمة برضه. عشان ممكن لما نيجي نحقن ممكن نحقن في الكونجكتيفا اللي هنا دي، والافضل احقن في الكونجكتيفا اللي هي اسفل اللي ايه عشان يبقى في الامان، اللي هي اسفل الجفن العلوي والجفن السفلي. ده بداية كده زي ما احنا شايفين، دي حالة انفكشوس كيراتو كونجكتيفايتس. الصورة اللي جنبها برضو العين واضح عليها الايه كيراتيتس بينك اي، عشان كده بنسميه بينك اي. دي برضو حالات كيراتو كونجكتيفايتس او البينك اي. أكيد حضراتكم طبعا شفتوا حالات كتيرة، دايما تبقى في المعايز أكتر،
وانا هوري حضراتكم دلوقتي حالات الدكاتره بعتها لي، وبفضل الله هنشوفها قبل العلاج وبعد العلاج. نرحب بالزملاء جميعا المشرفين، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ان شاء الله. هنشوف بقى دي فيديو جميل قوي بيبين الفرق بين الكورني الكيراتايتس وبين الايه كونجكتيفايتس، وازاي نعرف لما نفتح العين ازاي نعرف. اقول لك في ميلكي ابييرانس اوف ذا كورنيا، ميلكي ابييرانس يعني لون اللبن. شوف العين عامله ازاي، لونها زي بيكون فيه شويه لونها لبني او زي ما يكون عليها لبن. ودي الكونجكتيف الاحمر ده كونجكتيف، فدي التهاب، والسهم هنا ان بيبين فيه التهاب في الكور في الملتحمه والتهاب في القرنيه. ادي بيفتح الحاله اهي، لازم افتح العين لما الاقي فيه سحابه بيضة كده، ده فيه التهاب في القرنيه، او ممكن طبعا في حالات الكورنيا الاوباسيتي بتعمل نفس اللون، لكن هنا فيه التهاب في العين اللي هي الملتحمه والتهاب في القرنيه. شايفين لما رفع الاي ليد ازاي وضح الكونجستد ميوكوس ممبرين. وبعدين الحاله ديت موجوده في العينين الاثنين، فده يأكد ان هي مرض معدي. ولما الاقي حالات تانية كمان معاها في المزرعه يبقى انا اكد ان هي انفكشوس كيراتو كونجكتيفايتس. طبعا في هايبريميا وفي دايليتد في الكابيلاريز، لان ده اعراض الالتهاب. اي التهاب بيحصل بيبقى في كونجيشن وفي سويلنج وفي هايبريميا، فلما يكون في العين بيبقى واضح جدا. ده برضو حاله مايكوبلازما فيها التهاب في العين وفيها التهاب في المفاصل، فعملة احنا قلنا من مسببات المرض بتاع النهاردة ان ممكن يكون مايكوبلازما. طب ازاي اعرف ان هي مايكوبلازما؟ لما الاقي فيه التهاب في العينين مع التهاب في المفاصل ووجود اكثر من حالة في المزرعة مصابة، يبقى انا خلي بالي ان انا بعالج مايكوبلازما له علاج مخصوص شوية عن ان انا اعالجه كبكتيريا عادية، لان زي ما قلنا المضادات الحيوية البنسلينات والحاجات دي ما تجيبش نتيجه مع المايكوبلازما. يكون عنده جوج الاسباب. السبب الاول يكون ولع خلى العين. شايفين الدموع اللي نازله على العين؟ نازله من العين عامله زي دموع تيرز. العلاج كيطول والحيوان تلاقيه بشوف ضعيف كده، نظره ضعيف، خاصه لو العينين مصابين. ديت حمل عمره أسبوع برضو عنده كيراتايتس كيراتو كونجكتيفايتس، لسه مش حمل، ده جدع جدعة أو جدع كيد يعني، 1 week old kid with pink eye. طب ازاي نشخص بقى المرض ده؟ المرض دايما تاريخ الحالة، دايما نسأل صاحب المزرعة هل في دواء، ديت دواء معين مثلا، ممكن يكون دواء ده عمل حساسية في العين، ولا في حاجة سامة الحيوانات أكلتها. دايما بيبقى في رياح، حبة غبار، كم حالة من مصابة، هل في الأمونيا ناس الراجل ما بنضفش تحت الحيوانات، نسبة الأمونيا عالية وكده، برضو ده كلها حاجات بتقول إن الإيه إن ده ريسك فاكتور. بعد كده أنا كدكتور بقى أجي أفتح العين أعمل إنسبكشن، أبص الحيوان من بعيد كده وأشوف العينين، وبعدين افتحها اكزامينيشن للكونجكتيفا، افتح الملتحمه طبعا بداية الشمال وداية اليمين، ايد الشمال او اليمين بترفع الجفن العلوي وايد الشمال بتضغط على الجفن السفلي، فبقلب الجفن، فلما اقلب الجفن اشوف الالتهاب في الملتحمه واشوف الكورنيا كان فيها التهاب ولا لا. دي مهم يعني، الحاجات دي بتدرس طبعا في الكليه ازاي نفحص الاغشيه المخاطيه.
بعد كده بفحص القرنية، أشوف القرنية طبيعية ولا في عليها عتامة وباسيتي يعني، وزي ما ورينا حضراتكم بعض الصور وهنوري حضراتكم تاني. طب إيه الأمراض اللي ممكن تتشابه بقى مع المرض بتاع النهاردة اللي هو اتكلمنا عنه، اللي هو الكونتيجيوس أجالاكتيا أو المايكوبلازما، اتكلمنا عنه الأسبوع قبل الماضي، قلنا ده بيعمل التهاب في الضرع ماستيتس، وبيعمل أرثرايتس، وبيعمل كيراتو كونجكتيفايتس. واحنا قلنا ان المرض اللي بنتكلم عنه النهارده من ضمن مسبباته المايكوبلازما، اللي يعمل كيراتو كونجكتيفايتس المايكوبلازما، بس دايما يكون معاه التهاب مفاصل، وممكن يكون معاه التهاب ضرع. المرض الثاني السايلريا. السايلريا لو عملنا بلاد فيلم هنجد الايه الانتر سيلولار بلاد بارازايتس موجوده داخل الخليه، بنجد فيه تضخم في الغدد الليمفاويه، وفي حرارة وكورنيال اوباسيتي. في الحالة دي بقى لازم ادي علاج للسايلريا اللي هو بارفاكون، ما ينفعش ان انا اكتفي بالمضادات الحيوية لوكال وسيستميك فقط. لو انا شكيت ان هي سايلريا لازم ادي علاج للسايلريا. دول المرضين اللي بيتشابهوا مع مرض بتاع النهاردة اللي هو الانفكشوس كيراتو كونجكتيفايتس. نيجي بقى لأهم حاجة اللي تفيدنا في ازاي نعالج حالات فيكشوس كيراتو كونجكتيفايتس. في خطوط عامة لازم أعملها في علاج الالتهابات العيون عامة، سواء كانت نون انفكشوس أو انفكشوس. لازم أغسل العين بمطهر قبل ما أحط مضاد حيوي أو مضاد التهاب في العين، لازم أعمل لها أي ووش. تاني حاجة بحط أنتي بيوتيك لوكال في العين وسيستيميك، ضروري جدا الاثنين مع بعض. في التهابات العيون اللي هو المرض بتاع النهارده اللي هو المرض المعدي ده، احط تترا سيكلين لوكال مثلا في العين، واحقن تترا سيكلين لونج اكتنج في العضل. ثالث حاجه ان انا احط لوكال استرويدال انتي انفلاماتوري، استرويدال مش نان استرويدال، استرويدال يعني كورتيزون يعني زي الدكساميثازون، احطه ايه اطره او احقنه في الجفن العلوي زي ما هنقول دلوقتي. دي ثلاث خطوط عامة مهمة قوي وأنا بعالج حالات التهاب العيون. أغسل العين، أحط مضاد حيوي لوكال وسيستميك، وأحط مضاد التهاب لوكال. هنتكلم عن كل واحدة بعد كده. نيجي للأي ووش مثلا، هغسل العين بإيه؟ لو ما فيش حاجة قدامك يبقى أقل حاجة إن أنا أغسله بصلاين سوليوشن. صلاين اللي هو 9/10 صوديوم كلورايد اللي هو المحلول الملح المخفف، اجيبه كده واغسل العينين بسرنج كده واغسل العينين بيها. والافضل طبعا ان انا يكون عندي بوريك اسيد، بوريك اسيد 4% ده كويس جدا كغسيل للعين ومطهر للعيون. ما كانش استخدم قطره استرينجنت زي السينك سلفيت 0.5%، طبعا في منها بشري ممكن استخدم بشري وممكن اجيب بوريك اسيد بشري، والمحلول الملحي برضو بتباع في الصيدليه البشري، يعني سهل جدا ان انا اوفر الحاجات دي تكون موجودة عندي في القطيع في المزرعة عشان ايه اي حالة التهاب عين اعمل غسيل للعين. طيب تاني خطوة انني اعزل الحيوانات المصابة، اللي احنا قلنا ده مرض معدي، فلو سيبنا الحيوانات المصابة وسط القطيع كل يوم هتتلازلنا 5 حالات 10 حالات، لان اعزلهم في مكان لوحديهم عشان دول هبدأ اعالجهم وامنع العدوى تنتقل لباقي القطيع. isolated animal should be animal disease affected animal should be isolated from the rest of the flock to prevent spread of the disease. They should be housed in a clean, dry, comfortable and shady place. حطوا في مكان هاوي ونظيف، ودول اللي هنبدأ نعالجهم إن شاء الله الحالات المصابة. نيجي بقى للمضاد الحيوي. احنا قلنا من ضمن المحاضرة في الأول إن المسببات معظمها 90% منها بكتيريا ومايكوبلازما، فلازم أدي مضاد حيوي حقن عضلي. وأفضل المضادات الحيوية اللي أنا يعني لقيت معظم الناس شغالة بيها والكتب والأبحاث اللي هو الأوكسي تترا سيكلين، اللي مشهور ومعروف على مستوى الناس كلها بسموه هنا الشامل، يستخدم اللونج أكتنج اللي هو على الأقل تركيز 20%، بدي الجرعة وكررها بعد 48 ساعة، يعني ادي جرعتين او 3 جرعات. طب هل في بدائل؟ انا عايز استخدم حاجه اقوى من التترا سكرين او بديل ليه، ممكن ادي سيفتي فور، بس السيفتي فور ده لو الحاله ما انا مش شاكك ان هي مايكوبلازما،
لكن لو شاكك ان هي مايكوبلازما ما ينفعش ادي سيفتي فور اللي هو البنسلينات يعني. طيب التولورومايسين ممكن ده كويس، ممكن استخدمه يشتغل على كله، التولورومايسين او الفلور فينيكول، دي كلها بدائل للتتراسيكلين. لكن انا بفضل هنا التتراسيكلين. ليه؟ لانه بيشتغل على الريكيتسي، بيشتغل على المايكوبلازما، وبيشتغل على السيليزيا والحاجات دي كلها. يعني التتراسيكلين بفضل الله نتائجه واسع الانتشار، فبيشتغل على كل حاجه. ولو شاكك ان هي بقى مايكوبلازما ممكن ادي تتراسيكلين وادي معاه تايلوزين. طيب نيجي بقى لللوكال انتي بايوتيك. اللوكال مهم جدا جدا، وله طريقتين في الاستخدام، ان احطه قطره في العين او مرهم، واما ان انا احقنه في الجفن العلوي اللي هي في احقنه في الملتحمه، يعني الجفن العلوي او الجفن السفلي. فاللوكال انتي بايوتيك في منه اي دروبس، استخدم اي دروبس زي التراميسين مثلا، او اي اوينتمنت او مرهم، والافضل المرهم. يعني لو انا عندي قطره وعندي مرهم، الافضل ان انا استخدم المرهم، للمرهم يقعد فتره طويله في العين. ولو استخدمت قطره لازم اديها 3 مرات في اليوم او 4 مرات، لكن لو استخدمت مرهم ممكن اديه 2 مرات في اليوم. والحل الثالث في الحالات الشديده، لو عندي حالات قليله والتهاب شديد، ممكن اعمل سب كونجكتيفال انجكشن، اشتغل بالحقن في الايه، في الملتحمه. طيب التوبيكال ابلكيشن ده زي ما قلنا الاول، بنغسل العين بانتيسيبتيك وبعدين نحط المرهم تتراسيكلين او القطره. وكنت عملت انا محاضره عن البلازما ريتش بلاد بليتلتس اللي هي العلاج بالبلازما اللي هي اختصار بي ار بي، ده برضو بتجيب نتيجه كويسه، ممكن احقنها في الجفن، ممكن احطها قطره في العين، واتعمل عليها ابحاث ونتائجها كويسه جدا ممتازه يعني. اللي هي بلازما ريتش بلازما بلاد بليتلتس اللي هي بنختصرها البي ار بي، ترجعوا للمحاضره بتاعت اللي هي نقل البلازما والعلاج بالبلازما. في بقى شروط مهمه قوي وانا بعمل احط مرهم او احط قطره في العين، لازم البس جوانتي بعد ما انضف العين، والبس جوانتي وبعدين ابدا اتاكد ان انا فتحت العين كويس، والمرهم يتحط من الامام للخلف، اروح ضغط على صابع المرهم كده بحيث املى العين بالمرهم، واروح داعك اللي هي الايليد 2 مع بعض. ولازم اكون لابس جوانتي عشان ما اكونش انا مصدر للعدوى وانقل المرض من حيوان الى اخر. دي هنشوف هنا دكتور وهو او مربي او عامل وهو بيعمل مرهم للعين. او ممكن استخدم المراهم بتاعت بشري لمرهم تراميسين، وممكن استخدم مراهم الضرع اللي احنا بنستخدم مرهم ضرع اللي هو التراميسين اذر انفيوجن، ممكن استخدمه برضه في العين. بعد ما عمل غسيل للعين ونظفها، شوف بقى يفتح الجفن العلوي والجفن السفلي ويبدا يضغط على المرهم من قدام ويرجع به للخلف كده بحيث يملى العين بالمرهم. ولابس جوانتي اهوت. اي شوف بقى بيضغط، حط بيبدا المرهم منين، ونعلم العمال والمهندسين الزراعيين ازاي يحطوا لو انت مش موجود يعني. طبعا هقولنا الحيوانات دي بنعزلها في مكان نظيف الامراض المريضه مع بعض، ولو في العينين بنحط، لو عين واحده نحط برضه في العين السليمه. طبعا نبدا بالسليم الاول وبعدين نحط للعين المريضه. طب نيجي بقى نشوف اللي هو السب كونجكتيفال انجكشن، الحقن في، بنحقن ايه بقى؟ بنحقن تتراسيكلين مضاد حيوي، وبنجيب اللي هو الاوكزي 5% حسب الحيوان بقى. لو عندي غنمه مثلا
صغيرة بجيب 1 ملي من الأوكسي تتراسيكلين وواحد ملي من الديكساميسازون، أخلطهم مع بعض وأحقنهم في الجفن العلوي زي ما هنشوف دلوقتي. دي بعتها للدكتور فواز وأعملها قبل العلاج وبعد العلاج، جزا الله خيرا. يعني بيقلب الجفن اهوت والسرنجه صغيره والابره رفيعه ويبدا يدخل في الايه في الملتحمه، ده سنتي وسنتي، سنتي اوكسي مخلوط بسنتي. ده قبل العلاج طبعا، هنشوف الحاله بعد العلاج. يا دكتور فواز، هذا عين الشاف، شوف العين الحمد لله رايقه ازاي، ما فيش فيها عتامه ولا اي حاجه. اول ما شفت هنا الحمد لله شفت. يبقى الحقن في الجفن افضل من الحقن اللوكال، ان انا احط اي دروبس وكده. وبحقن مش كل يوم، بقى احقن يوم واسيب يوم او يومين واحقن مره تانية. والحمد لله انا عالجت حالات في الابل، حيران وابل كبيره كانت وصلت لمرحله العمى، واشتغلت معاها بالسب كونجكتيفال انجكشن هنا في السعوديه وجابت نتائج بفضل الله كويسه جدا. هنشوف تاني الحقن تاني، بيقلب الجفن العلوي اهو ويحقن تحت الايه تحت الايليد في الملتحمه. هي هتورم شويه كده، ده طبيعي، هو بعد كده هتصرف. يا دكتور فواز، هذا عين الشاف، شوف ما شاء الله تبارك الله ما فيها ولا حاجه. اول ما شفت هنا الحمد لله شفت. طيب نيجي للمضاد الالتهاب، ايه عيوب الاسترويد الانتي انفلاماتوري؟ هل له عيوب؟ هو طبعا بنجيب لوكال اللي هو ديكساميثازون، في منه اثرات بشري، في اثر بشري اسمها توبرا ديكس، ده كويس جدا احنا بالنسبه لنا في الهيومن بنستخدمها لما يكون في التهاب في العين، وممكن نستخدمها ايضا في الغنم والحيوانات الصغيره توبرا ديكس، او نجيب الديكساميثازون عادي اللي احنا بنحقنه كمضاد التهاب ونحطه قطرة او نحطه او نحقنه في الجفن اللي هو اللوكال ديكساميثازون. وممكن نحقنه في الجفن. طب السايد افكت بتاع الاسترويد الانتي انفلاماتوري هل له عيوب؟ هو اميونو سبريسيف، ولو في قرحه في القرنيه المفروض ما احطش ديكساميثازون في العين، لان الديكساميثازون او الاسترويد الانتي انفلاماتوري هيزود القرحه. وبرضه لو في كاتركت برضه ما استخدمش الاسترويد الانتي انفلاماتوري. دي حاله بعتها لي دكتور سوداني بس للاسف ما عرفش اسمه. بعت لي الحاله بقى هنا مش حقن في الجفن، حقن ادى قطره في العين تراميسين، وادى قطره برضه في العين ديكساميثازون، وحقن مضاد حيوي عضلي، وحقن ألف دال 3. هنسمع اللي بتاع بعض. انا حطيت الحاله، خلي بالكم قبل العلاج يشوف العين عامله ازاي، وهنشوفها بعد العلاج باسبوعين، هو صورها بعد اسبوعين وبعدها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حاله انفكشوس كيرات وكونجكتيفايتس او بنسميها بينك اي، شوف هنا في العينين في ماعز. ارسلها لي طبيب، ارسل الحاله قبل العلاج وذكر العلاج، وبفضل الله الحاله تحسنت بعد اسبوعين من العلاج، وبعت لي الفيديو بتاع الحاله بعد العلاج. المرض ده بيصيب الاغنام والماعز ومسبباته كتيره، اساسا المايكوبلازما والكلاميديا والمولوكزيلا والاستيريا، ممكن برضو السيليسيا، دول المسببات الأساسية لهذا المرض. وبيحصل التهاب في الملتحمة وفي القرنية هي كيراتو كونجكتيفايتس. طبعا وجود عوامل مساعدة زي حرارة الشمس ووجود ذباب والتراب والميكانيكال إيريتيشنز والتريس إليمنت ديفيشنسي كبر والسيلينيوم، كل ده بيخلي الأعراض. ممكن المرض يجي لعين واحدة وممكن يجي في العينين، والأكثر يبقى في العينين. بيبدأ بهايبريميا وآي ديستشارج، والحيوان يقفل الآي ليدز الجفن بتاعه، والكورنيا بتبدأ في الأول، بيبدأ يحصل كلاودنس
وتاخد اللون بعد كده الأزرق واللون الجراي وبعد اللون الأبيض، وبيبقى فيه التهاب في المنتحلة. دي الأعراض بتبقى واضحة إن هي مرض الـ PKI. والعلاج هذه الحالة بعد العلاج، شوف العين رأت إزاي؟ لوكال تريتمنت واشتغل سيستميك تريتمنت. اللوكال تريتمنت هو إدى تراميسين لوكال أوكسيتيترا سيركلين يعني، وإدى مضاد التهاب ديكسا ميسازون الأوكسي 4 أيام عن طريق العين وتمريض، وبرضه ديكسا تمريض، و إدى برضه أوكسيتيترا سيركلين عن طريق الحقن العضلي، إدى فيتامين أل دال 3 عن طريق الحقن العضلي 4 أيام. وبفضل الله الحالة زي ما شايفين كده في الفيديو الثاني بدأت العتمة تختفي، وبدأ الحيوان يشوف عن الأول وفي تحسن. فالحالات دي ما ييأسش منها، بفضل الله العلاج بيجيب نتيجة، ولكن نصبر عليها لأن التحسن دايما في معظم الحالات بيكون من 2 إلى 4 أسابيع. المفروض إن أنا أعزل الحيوان المريض وأعالجه، وبستخدم مبيدات حشرية لو في حشرات وكده عشان المرض سريع الانتشار بين الحيوانات والمرض المعدي. يبقى احنا شفنا هنا، شفنا ده البروتوكول العلاج اللي هو الدكتور ده ادى ديكسا 4 أيام، هو ادى طبعا لوكال وسيستميك، لكن انا بقول سيستميك ملوش لازمة يعني، ويدي اوكزي لوكال وسيستميك. هو ده فعلا للاوكزي لازم الاثنين في العين قطرة او مرهم، وندي حقن عضلي، ويدى فيتامين الف دال 3. وطبعا كان حاطط في العلاج كمان ايميزول، فقلت له انت ليه حاطط ايميزول؟ قال انا عندي مشكلة في القطيع الأنابلازما، لكن الأنابلازما ما تعملش التهاب في العيون يعني. لكن من فضل الله هو بعت لي الحالة قبل العلاج وبعد العلاج اللي أنا حطيتهم في فيلم واحد وعرضناه لحضراتكم دلوقتي. دي الحالة دي لسه واصلة لي الأسبوع ده. فمعنى ذلك إن سواء حقنت أنت في الجفن ده كويس، لو أنت بتعرف تحقن في الجفن، ما كانش بتدي علاج لوكال بس تكرره أكتر من مرة في اليوم لو مضاد التهاب او قطرة مضاد حيوي مع الحقن العضلي. راح استاذنا الدكتور سامي طه مشرفنا، ربنا يبارك فيه، الف سلامة دكتور سامي، ربنا يديك الصحة والعافية ان شاء الله. هذه الحالة انا حاططها بقى، كنت حاطط الفيلم الاول اللي هو قبل العلاج عشان تشوفوا الفرق، شوف العين عاملة ازاي، ده قبل العلاج، وبعدين هنا بعد العلاج تلاقي العين راقت خالص وبدأ الحيوان يشوف كويس. ادي بعد العلاج اهو، شوف العين هنا مفيش عتامة خالص والعين رايقة، ده يعني حاجة جميلة قوي يعني، عشان ما نفقدش الامل نقول ان احنا ايه، لا الحالات دي ما بتتعالجش وكده، بس ممكن تقعد اسبوعين لما تبدأ العتامة دي تروح وتتحسن. طب في بقى ملاحظات عامة، والزملاء اللي معانا على الأونلاين دلوقتي يجهزوا لو حد عنده تساؤلات أو حاجة لغاية ما نقول إيه الملاحظات الهامة بالنسبة للعلاج. Injectable antibiotics، شوفوا بقى النقطة دي مهمة أوي، بقول لك Injectable antibiotics are probably more effective than topical treatment. طب ليه؟ الحقن العضلي أحسن كمان من الحقن اللوكال، يعني أكتر تأثيراً. Because they are better able to achieve sustained therapeutic level of antibiotics in the eye. بيقدر يوصل كمية كويسة من عن طريق الدم مضاد حيوي للعين. لكن أنا بقول إن الاثنين مهمين، إن أنا أدي local مع systemic. المرض ده يعني ممكن بعد لو حيوان عنده تروما مثلا أو عنده حاجة بسيطة أو حساسية، كفاية إن أنا أدي local antibiotic أو local antihistaminic او لوكال انتي انفلاماتوري، مفيش داعي ان انا دي سيستميك. لكن كلامنا النهارده عن المرض المعدي اللي فيه اكتر من حاله ظاهره وفي التهاب في الكورنيا والكونجكتيفا، ان انا ادي مضاد حيوي سيستميك، وهو ضروري ومهم جدا ان انا ادي مع اللوكال. الملحوظه الثانيه ان في حاله المايكوبلازما ما نديش مضادات حيويه تبع مجموعه البيتا لاكتام جروب، عشان دي ما بتشتغلش لان المايكوبلازما ملهاش سلول، ملهاش جدار خلوي.
عشان بعض الدكاتره يقول لك احنا انا بقى انا دكتور متعود احقن بنسلين في الجفن. بنسلين هنا سواء حقنته في الجفن او وديته عضلي لو هي مايكوبلازما مش هيبقى جيب نتيجه، ملوش اي لازمه. لكن لو انت متاكد ان هي ما هياش مايكوبلازما وحقنت بنسلين في العين بدل التتراسيكلين كويس، ما فيش مشكله. ملحوظه الثانيه الثالثه، ان لما تكون both eyes should be treated even if only one eye is showing signs of the disease. لو عين واحدة ملتهبة والعين تانية سليمة لازم أدي علاج للعينين. أبدأ بالعين السليمة أحط فيها أثرة ومرهم عشان أمنع العدوى تنتقل ليها. الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول برضو عنصر نقص الكوبالت بيكون من العوامل المهيئة للإصابة بالمرض. يبقى عندنا السيلينيوم والكوبر والكوبالت لما بينقصهم بيساعدوا على ظهور أمراض العيون. الملحوظة اللي رابعة بعد كده subconjunctival injection للأنتيبيوتيك والأنتينفلاماتوري يوسفول، نستخدمه امتى؟ with more severe disease، لما يكون حالات شديدة أعزلها وأحقنها في الجفن أفضل من القطرات والمراهم. لكن لو عندي حالات كتيرة مش هقدر أمسك بقى غنمة غنمة وأقعد أحقن، فممكن أشتغل والعمال يساعدني إن أنا أحط local انتيبيوتيك وانتي انفلاماتوري. لكن طبعا اللي يقدر يحقن سبكونجكتيفال افضل والعلاج يبقى اسرع ونتائجه اكيده. طب ازاي نمنع المرض؟ افرض انا عندي قطيع وبدات تظهر فيه الحالات دي، اهم حاجه النظافه والمانجمنت، وامنع الاستريس فاكتور اللي قلنا عليها وجود حشرات والازدحام، وعالج ادي مبيد حشري للذباب، ما اخليش السباخ اللي هو الفيسز بتاع الحيوان يتراكم في المزرعه والدبان يتراكم عليه. كل دي عوامل بنعملها في جميع الامراض المعديه. طب هل المرض ده في الغنم والماعز له تحصين؟ لا، ملوش تحصين. بقول لك there is no vaccine available. لكن لو في البقر واحنا متاكدين ان الموركزيلا هي السبب فعملوا تحصين للموركزيلا ده بالبلاد بره الاجنبيه، لكن بره وجوه لان الامراض مسبباته كتيره فايه مش عاملين له تحصين. فالنظافه الوقايه خير من العلاج، ان انا انظف المزرعه والمانجمنت كويس واضع الحشرات والتراكم الفيسز والحاجات دي، ده كله بيمنع انتشار المرض. الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول نصيحتي لأول مرة تحن في الملتحمة تتحكم في الحيوان جيدا أو تعطي له مهدئ حتى لا تصيب نن العين أو إنسان العين بالسرنج. طبعا لازم أشوف أنا أول مرة أحن زي ما قال الدكتور كده حد يمسك لك الرأس كويس، لأن لو أنت بتيجي تحن والحيوان يروح محرك دماغه تروح الإبرة داخلة في الجسم الزجاجي وتعمل مشكلة كبيرة. لو حقنت الدواء ده في الجسم الزجاجي هيعمل مشكلة. فهم زي ما هو الدكتور أبو عبد الرحمن بيقول ان احنا خلي حد يمسك الرأس معاك كويس. المعيز والغنم سهلة ان واحد يتحكم فيها، لكن لو بقرة مثلا او عجل مثلا لازم نديله مهدئ عشان اقدر اديله اعمل حقن في الجفن العلوي والجفن السفلي. يلا شباب، مين عنده أسئلة؟ محمد حسين واحمد عمارة والناس اللي مشرفانا النهاردة، لو حد عنده تعليق أو عالج حالة مثلا يحب يضيف لنا معلومة جديدة. دكتور سليمان محدش عنده سؤال؟ إن شاء الله نشوفكم بعد العيد بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله هيبقى بقيلنا كده كم محاضرة لسه في الأغنام. دكتور أيمن، هل بخاخ العين المطهر يكفي في العلاج؟ لا، ده بخاخ مطهر يا دكتور، ده بداية كده لسه بنقول بسم الله. لو هو مطهر أنتيسيبتك ده سميه آي ووش، يعني أحط المطهر وبعد كده أحط، لو هو مفوش فيه مضاد حيوي يعني. لو بخاخ العين فيه مضاد حيوي أنت هنا مسميه طاهر، مطهر يعني انت سيبتك، ده ما ينفعش، لازم اكمل بعدين بمضاد التهاب ومضاد حيوي. دكتور كمال حسن، حاشي عمره 3 ايام حدث له بيضات في العيون، عالجته بحقن فلور في نيكول في الملتحمة، ذهب البيضات لمن حدث عمى.
يعني جاب نتيجة يعني يا دكتور؟ هو حقن فلوروفينوكول في الملتحمة، طبعا ممكن احقن فلوروفينوكول. الدكتور الدكتورة سارية دكتور فايز، دكتور فايز بيقول أنا بحقن في العين لمرة واحدة أجزي والتركيز 20% وأصف كثرة لعدة أيام وتشفى الحالة. بص يا فايز حبيبي اللي بتبعت لي أسئلة كتير على الواتس، ال 20% يا دكتور فايز كتيرة، هيعمل مشكلة في العين ما يتحقنش 20%، أكتر حاجة لازم يكون 5%، ممكن 20% دي عضلي، لكن 20% في الجفن ده خطر خطر. وبعدين مرة واحدة لا تكفي، هي عشان ربنا شفاها كده، ما مش معنى ذلك ان مرة واحدة. دكتور حمزة بيقول لو الحالة مايكوبلازما القطرات والحقن يكون من عائلة الماكروليد. يفضل ان استخدم القطرات والحقن والماكروليد، او ممكن استخدم التتراسيكلين بيجيب نتيجة كويسة مع التايلوزين. متى احقن في الملتحمة؟ لما يكون في التهاب شديد في الملتحمة وفي كمان التهاب في القرنية، يبقى هنا الافضل الحقن. لو عرفت شحن ادي زي ما وريناكم الفيديو بتاع الدكتور، ادى لوكال الحاشي يصيب بالعمى. انا لله وانا اليه راجعون. يبقى ما تستخدمش بقى فلوروفينوكول حقن في الجفن، خلينا في التتراسيكلين. كمال حسن بيقول علما حقنت انروفلوكساسين والف دال 3 بالعضل لكن لم يعد يبصر. ما هو العمى ده يا دكتور، انا كنت عملت في محاضره، ترجع لمحاضره امراض العيون، اتكلمت على العمى. العمى لو كان سببه الاوبتيك نيرف حصل مشكله في العصب البصري، فمهما عالجنا ملوش علاج. لكن لو كان عمى مؤقت نتيجه لتكون غشاوه على العين او اللي هي الكورنيا الاوباسيتي او كيراتيتس، لو مشينا بالعلاج اللي احنا قلنا عليه ده ان شاء الله العمى الحيوان هيشوف، زي ما وريناكم حالتين فيديو النهارده كانت الحاله فعلا ما بتشوفش. قطيع يعاني من الاحتقان وتدميع العيون، ما هو السبب؟ ما احنا يا دكتور فايز انت ما دخلتش معاه من اول محاضره، احنا قلنا الحاجات اللي تعمل التهاب في العين في حاجات غير معديه وفي حاجات معديه. الغير معديه الحشرات والتراب والنباتات والحاجات دي، ده كله يعمل التهاب في العين. او المعديه قلنا بقى اللي عندنا المايكوبلازما والاستيريا والليبتوسبايرا والسيليزيا والحاجات دي. ارجع للمحاضرة تاني هتجد ان انا مجاوب على السؤال بتاعك في بداية المحاضرة، مسببات التهاب العيون في الاغنام والماعز. رأيك في استخدام العسل والمية قطرة؟ العسل كويس بس بنخففه، يعني بنحط معلقة عسل على كوباية مية او نص كوباية مية. وعسل النحل ممتاز جدا، بفضل الله عالجنا حالات التهاب عيون بعسل النحل المخفف، لانه مضاد حيوي ومضاد التهاب. مرحب بالدكتور محمد نبيل، مرحب بك يا دكتور محمد، مشرفنا على قناة أوميجا على أونلاين. مرحب بكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين، بارك الله فيكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.